متابعينا متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض معكم آخر توقعات وآخر مستجدات الطقس خلال الأيام القادمة. متوقع أن تنشأ موجة كثيفة من الغبار بفعل قدوم رياح شمالية نشطة مسمى محليا بالبوارح. تبدأ هذه الرياح بدءا من جنوب العراق ودولة الكويت، تتجه إلى مناطق واسعة من شرق ووسط السعودية بما فيها العاصمة الرياض، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة، حيث بدأت هذه الرياح فعلا بالنشاط في مناطق جنوب العراق والكويت وشمال شرق المملكة. هذه الرياح متوقع أن تشتد خلال يوم الجمعة والسبت، مؤدية إلى نشوء موجة كثيفة صراحة من الغبار مع تدنين لافت في مدى الرؤية الأفقية في جميع هذه المناطق تشمل بذلك العاصمة الرياض. كذلك الحال هناك توقعات باستمرار هطول الأمطار بطابع صيفي في المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية المملكة، مع وجود بؤر غزيرة في بعض المناطق، وبالتالي التحذيرات متكررة من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية في هذه المناطق. نبدأ معكم بالطقس في العاصمة الرياض هذه الليلة. 32 درجة مئوية هي الصغرى المتوقعة مع ساعات الليل المتأخرة، أجواء مغبرة، لكن هذا الغبار متوقع أن يزداد في كثافته خلال اليومين القادمين لتصبح مدى الرؤية الأفقية ضعيفة إجمالا وبفعل هذا الغبار الكثيف. كما نلاحظ أجواء مغبرة طوال الثلاثة أيام القادمة، درجة حرارة في بداية إلى وسط الأربعينيات مئوية مع وجود تدنين في مدى الرؤية الأفقية حتى مع ساعات الليل. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.